طلبة الفرقة التانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد المحاضرة اللي هي الأونلاين عن الـ Behavior of Cattle. أول حاجة هناخدها في الـ Behavior بتاع الكاتل Ingestive Behavior. Ingestive Behavior أول حاجة هناخدها فيها الـ Grazing. أول حاجة لازم نعرف إن البقر ملوش أسنان فوق، فبيعتمد اعتماد كلي على حركة اللسان عشان يبدأ ياكل بها إيه ويرعى بيها. الحيوان دوت بيبقى ايه سيلكتابل انيمال، بيختار الاكل بتاعه وبيتفادى انه ياكل ايه الاكل اللي هو الكونتامينيتد وذ فيسز اند يورين. القرف لما يجي يرعى بيبقى عندنا ايه، بيبقى انسفيشنت جريزنج. بالنسبه للوقت اللي بتاخده البقره في الرعي في اليوم كله بتراوح من 4 لـ 9 ساعات. بالنسبه للفيدنج، الفيدنج لما احنا نقدم لها الاكل بايدينا، انما الجريزنج هي بتحصل على الاكل نفسه. الفيدنج البقره بتعتمد اعتماد على اللبس وعلى التانج، بعكس اللي هي في الجريزنج بتعتمد على التانج بس، وبعد كده بتبدا تاخد الاكل وتبدا ايه تاكله وما بتمضغش مضغ كويس. الفاكتور افكتنج ديجستيف بيهافير في الكاتل البريد والتايب اوف فود والايج والبرودكشن والكلايمت والسوشيال بيهافير والكونديشن اوف انيمال. في الصوره دي شايفين هذه البقره اهوت، الصوره اللي تحت فيها اكل واللي فوق جريزنج. بعد كده بنيجي ناخد عمليه الرومينيشن. الرومينيشن معناه ان الحيوان بيعمل ريجرجيتيشن لان البريفيوس انجستد فود، وبعد كده يبدا يطلعه ويبدا يعمل له ريت شوينج وبعدين ري سوالوينج تاني. الرومينيشن دوت بيتم في اي واقف هو رائد، وبيتم في اي وقت ما يكونش فيه اكل يعني، وبالليل بالنهار الوقت بتاعه مثلا الوقت الرعي بالنسبه لـ 4 لـ 9 ساعات او يوصل لـ 10 ساعات. العوامل اللي بتاثر على الرومينيشن البين والهنجر والاسترس والبري اند بوست بارتوريشن والكلايمت. الرومينيشن بيعتبر علامه من علامات الصحه. بالنسبه للدرينكينج، البقر ميجي يشرب بيعمل ديبنج للمازل في الوتر، وبيحتفظ بالنوز بتاعه فوق سطح الوتر، بيبدا يشرب عن طريق السكشن وبياخد كميه كبيره، ممكن يشرب 2 3 مرات في اليوم. الفاكتور افكتنج الاماونت اوف ووتر دي برضو بترجع عندنا الايج والبريد والفود تايب والبرودكتيفيتي اوف انيمال والويزر. بالنسبه للساكلينج، الحيوان الصغير بعد ما بيقف بيبدا يدور على الاذر، يعمل سيرشنج على الاذر والام بتساعده، وبعد كده بيرضع من اي جهه يمين او شمال. وعندنا نوعين تاني من الساكلينج، بيسفول ساكلينج وامرسول ساكلينج. بالنسبه للبيسفول ساكلينج تلاقي الحيوان بيعمل فيه عمليه تيل واجنج، بالنسبه للامرسول بيعمل باتنج للاذر. ديت عملية الرومينيشن. هنا بنلاقي سر البقر ازاي بيشرب وازاي بياكل موجود عندنا اهوت. لما نيجي نشوف كل يبقى لازم يخرج. بالنسبة للإلمينيشن، اليورينيشن والبقرة بتاخد عندنا وقفة معينة، شايفينها في الصورة اللي هي الموجودة على اليمين فوق ديت، تقوي ظهرها لفوق وتفتح رجليها الورانية وترفع الديل وتبدأ تعمل عملية الرومينيشن. البول ما بيعملهاش، البول ممكن يعمل رومينيشن هو ايه ماشي الموجود. بالنسبه عندنا البودي كير، البودي كير بيعتمد هل الحيوان عايش لوحده ولا عايش في جروب. لو كان عايش لوحده بنسميه اوتو جرومنج، ويبص الاكسسبل بارتس بتاعته، بيبدا يعمل لها ليكنج بلسانه وسكراتشنج عن طريق الحوافر بتاعته. لان اكسسبل بارت لازم يعمل لها رابنج موجوده في التري او في فينس موجود. التيل سويتشنج ده معناه ان هو ايه، في دبان موجود عليها وحشرات، فبتستخدم از انسكت ريبيلنت. اهميه البودي كير انه طبعا بيقلل الريسك بتاع الديزيز. حاجة تانية دي وكان من ده مينتين الهيرد ستراكشر وانكريز الميلك برودكتيفيتي والميلك كيبنج كواليتي. بالنسبة للاكسبلوريشن في الكاتل، الاكسبلوريشن في الكاتل بيبقى عندنا بيعتمد على عملية الليكنج، وممكن يعمل شوينج، ودي بيبقى أكتر في اليونج ايج وأكتر في النيو بليس. الريست والسليب، البقرة عندها نوعين اتنين من السليب، البرين سليب والبودي سليب. والبقرة شكل ما احنا شايفين في الصورة كده هات عندنا الرومينيشن والسليب بيبقى انفيرس ريليتد، يعني لو البقرة كانت اكل فيه رافج كتير فبيقلل عملية النوم بتاعت. ومعنى ان الحيوان ينام معناه حاجة من اتنين، لما فري ستريس هازباندري او يبقى عندنا ايه تايرد فيري تايرد. البقرة بعد ما بتاكل بتفضل انها تنام على الجنب الشمال عشان الفول استوماك بتاعت. السوشيال بيهيفير في عندنا 3 حاجات. عندنا الفيجوال كونتاكت، لو عملنا قطعين مع بعض تلاقي في الفيميل يتقابلوا مع بعض والميل يتقابلوا مع بعض. والسوشيال هيرارشي في الحيوان دي بتعتمد على الايج والجيرس والهايت والويت والستنس والهورنس. انواع السوشيال هيرارشي موجوده لينير هيرارشي، ان ايه بيسود على بي وبي بيسود على سي، شكل ما احنا شايفين في الفيجر الاولاني اللي فوق ده، وده بيبقى في السمول هيرت. اللينير تندنج هيرارشي، ان ايه بيسود على بي وسي، وبي بيسود على دي واي، وسي بيسود على اف وكم من ده وجي، ودي بتبقى موجوده في الميديوم هيرت. الكومبلكس هيرارشي ده بيبقى في اللارج هيرت،
ويبقى A بيسود على B و B بيسود على C و C بيسود على A، ولذلك بنسميها ايه؟ كومبليكس. نستفاد منها في الليدر فورونج اوردر، ان احنا لما نيجي نحلب نحلب البقره الهاي بروديوسنج انيمال الاول عشان الميميتك بيهيفير، وبعدين السوشيال دينستي ان احنا نخلي الحيوانات تعيش مع بعضها في جروب احسن ما تعيش ايه سولاتري. الاجريشن بيتم طبعا لما نيجي نكون قطيع مع بعض، ويفضل ان انا طبعا ايه ما ادخلش حيوانات جديده، وادخل اربي حيوانات مختلفه الاعمار مع بعضها والاوزان عشان ما يحصلش ايه اجريشن. السكشوال بيهيفير بالنسبه للميل، سكشوال بيهيفير البيوبرتي بتاعته بتبقى 9 اشهر، ويفضل يستخدم عند سنه. الليبيدو بتاعته بتبقى موجوده طول السنه، يعني ممكن يعمل عمليه التكاثر في اي وقت في السنه، والليبيدو دي بتتاثر بالايج والبريد والاوبيزيتي والسكيلتال ديفكت. بالنسبه للكورتوشيب لو وجد عندنا استرسكاو بيبدا يبحث عليها في القطيع، ولو اهب يعمل لها جاردنج او كامباني، ويعمل سويلنج سميلنج للفالفا، وبعد كده يبدا يشوف الفليه من ريفليكس، وممكن يعمل تشين ريستنج او تي شيب، وبعد كده يعمل ماونتنج. ونلاحظ ان في البقر ما فيش حاجه اسمها فولس ماونتنج. بالنسبه للبيهيفير ابريجن او الديس اوردر الموجوده في البقر هي الامبوتنسي. الامبوتنسي ديت هي الانويلنج تو ماونت، او الليبيدو بتاعته بتبقى ويك. الكوز بتاعها بيبقى ماسك سكيلكال ديفكت او ليمنس اوبيزيتي انجري اوف بينس سليبري فلور نيو فارم او مال نيوتريشن. بالنسبه للفيميل، الفيميل بتبقى اكتف برضه طول السنه لو ما فيش بريجنانسي، لان الاسترس فيها بتبقى نون سيزونال بولي استرس، والاسترس سايكل لينس بتاعتها 21 يوم، والاسترس فيز 12 ساعه ل 18 ساعه. البيوبرتي بتبقى زي الميل، بس هي بتتاخر شهر ولا حاجه، ممكن تبقى من 8 ل 10 او 10 ل 12 حسب البريد، هل هي نيتف ولا فورين. في حاجه اسمها وايتن افكت او الباي ستيميليشن، ان الاندكشن بتاع الاسترس ما بيعتمدش على الانترنال فاكتور اونلي، ولكن محتاج استثاره خارجيه شكل البريزنس اوف ميل او الساوند او السايت او التاتش. البيهيفير ابريجن في الفيميل اللي هي السايلنت هيت، ديت معناها انه استرس ساينس خالص موجوده، ودي بتبقى نتيجه نقص في الهرمونات، او عكسها على طول ان هي النيمفومانيا او البولر، ان البقره تيجي في بيرزيست استرس ساينس على طول، ودي بتبقى موجوده على نتيجه التيومر او البيرزيست فولوكل اللي هو الفولكلر سيست. بالنسبه للبارتوريشن، البارتوريشن اول علامه من علامات البقره عشان تولد، بيبدا عندنا الاكل يقل والرومينيشن يقل وريستلسنس، وتاخد جنب تعزل نفسها كده، وتبدا دروبنج الفلانج، والقدر بتاعها رابت فيلينج، ويحصل ارتخاء للبلفيك ليجامنت اللي موجوده شبه في الصوره اللي عندنا دي. بنلاقي عندنا بالونه خارجه مليانه ميه، اهي دي الفيرست ستيج. اول ما تطق ديت يبقى الارض نطش، ندخل في السكند ستيج لغايه ما تولد خالص. الثيرد ستيج بتبقى البلاسينتا بتنزل، دي صور بتبين عندنا اهي. البوست بارتم ستيج بعد البقره ما تولد هنهتم بالام وبالقاف، كما هنتكلم ان شاء الله في الرعايه. المهم عندنا ان في شويه مشاكل ممكن تقابلك بالنسبه للعجل، ان العجل ممكن يفشل ان هو يرضع، وديت لو قعد ما حاول انت حاولت ترضعه وما رضعش لغايه 6 ايام بيبقى خلاص صعب انه يرضع تاني، ومن ده بنحوله الى رضاع صناعي. او الميتوال ساكلينج، الميتوال ساكلينج ان العجول ترضع بعضها، وده بيعمل سكن انفلاميشن، وبعدين بيؤدي ان العجول ايه يجيلها انتفاخات، وهنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله. عسر الولاده او الديفيكالت بارتوريشن او بيرس بنسميها ديستوكيا. الديستوكيا ديت راجع لها عاملين اتنين، عامل راجع للجنين الصغير وعامل راجع للام. بالنسبه للموجود للجنين ممكن يبقى اوفر سايز فيتس كبير، او ان في ابنورماليتيز موجوده، او جاي توينز مع بعض، او ابنورمال بوزيشن. بالنسبه للام ان هي بتبقى نارونج البيرس كانال، او يوتراين تورشن، او السيرفكس بتاعها ويك، او اليوتراين اتوني. شكرا على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.